لو عجبك الفيديو وعجبتك قناتي اتمنى انك تدعميني باشتراكك عشان اتحفز واتشجع واستمر، وشكرا مقدما على المشاهده. صباح الخير عليكم واهلا وسهلا بكل زوار قناتي. في الفيديو بتاع النهارده انا هجرب معاكم حاجه يعني انا شخصيا ما جربتهاش قبل كده، بس قريتها كتير على جروبات في الفيس وعلى منتديات نسائيه وقريتها كتير جدا، وصراحه ما كنتش جربتها قبل كده، فقلت النهارده لازم اجربها معاكم ونشوف ونقيم مع بعض اذا كانت تستحق فعلا الثناء اللي بيتقال عليها دوت وتستحق الضجه اللي هي عاملاها ولا لا. معلش انا اسفه لو الفلاش مضايقكم شويه في عينيكم، بس انا لاحظت يعني لقيت ان انا لو اشتغلت من غير ما اشغل الفلاش مش باين بس غير جزء تاني من الصاله والمرايه مش باين اللي فيها. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض نشوف التجربه بتاعه تنظيف المرايات او الازاز، اي مكان فيه مرايه او ازاز زي ما انتم شايفين كده. ده البوفيه بتاعي عندي قصاد السفره على طول، السفره هي باينه في التصوير شويه. ده البوفيه عندي قصاد السفره على طول، في بنضفه صراحه كتير، بس اما تعملي فوركس عليه كده او تعملي اضاءه عليه تلاقي فيه زي ما يكون يعني مش صافي قوي. انا قريت على الفيسبوك ان احنا لو استخدمنا الليفه السلك لوحدها بدون اي مسحوق بدون اي حاجه خالص ده بيلمع الازاز جدا، بيلمع المرايات جدا. فانا مش عارفه الصراحه، هنجرب مع بعض النهارده. كل اللي احنا محتاجينه ليفه فقط لا غير، ليفه سلك اللي هي ليفه الالومنيا العاديه بتاعتنا ديت، قطعه صغننه جدا وبدون اي حاجه خالص، وبتبداي تمشي على المرايه بتاعتك وتحكي حك بسيط، بتكون النتيجه ممتازه بصراحه ممتازه. ده اللي سمعته وده اللي انا شايفاه حالا. يا رب يكون الصوره واضحه، ومعلش انا اسفه لو الفلاش ضارب في عينيكم شويه، بس انا لقيت ان انا لو طفيت الفلاش مش هيبين الازاز ومش هتبان حاجه خالص. لا بجد النتيجه ما شاء الله ممتازه. شايفين الفرق؟ ملاحظين الفرق ولا الفلاش مبوظ الدنيا؟ انا لقيت ان الفلاش ممكن يبين شويه، ولاحظت ان هو مبين التجيره اللي كانت في الازاز قبل ما انضف، ودلوقتي تجيره تقريبا اختفت. ملاحظين معايا الفرق؟ لو مش ملاحظين قوموا جربوها حالا، بجد ممتازه تحفه. لا حلوه قوي، يعني ليفه من غير اي حاجه خالص، من غير اي حاجه خالص. دي عندي قديمه انا ما بستعملوش، حتى لو تلاحظوا مصديه شويه. انا بستخدم التاني اللي هو الاستانلس الغير قابل للصدى، ده للاسف بيصدي. بس نصيحتي اللي انا ما قريتهاش بس عايزه انصحكم بيها، استخدمي النوع الناعم قوي عشان الخشن اعتقد ان هو ممكن يجرح الازاز. لا بصراحه ممتازه تمام. بصوا لا ممتازه صراحه. طب تيجوا كده نجربها على ازاز البوتاجاز نشوف ايه الموضوع. تعالوا ادي عندي ازاز البوتاجاز نشوف مع بعض النتيجه على ازاز البوتاجاز هتكون ايه. ده ازاز البوتاجاز عندي، بصوا هو تقييمي ليها الصراحه هي مناسبه وجميله جدا لاي ازاز او مرايات بوفيه او مرايات حمام، اي ازاز او مرايات عامه ما عليهاش دهون او وساخه، اي حاجه عليها دهون او محتاجه ان هي تتنضف جامد فالمفروض انك هتنضفيها الاول وبعدين تلمعي بدي. دي مناسبه اكتر للتلميع، يعني دي عايزه ان انت بعد ما تنضفي وتخلصي تنظيف وتزيلي كل البقع تبداي ان انت تلمعي بيها، يعني وانت عايزه تنظيف اوفر شويه ولمعه كده بعد التنظيف تعملي الحركه دي في ازاز البوتاجاز بعد التنظيف مش قبل التنظيف. يعني شايفين هنا بقع، طبعا اكيد عندنا كلنا يعني دي بقع طرطشه زيت وحاجات بعد الاليه. انا بحاول ان انا المع كده ويديني نفس النتيجه اللي ادهاني عندي في البوفيه. انا مش لاقي الصراحه نفس النتيجه اللي عندي في البوفيه، اي نعم لمع شويه بس مش بنفس النتيجه في البوفيه. فواضح تقريبا ان انت لازم تنضفي البقع والدهون الاول، وبعدين لو انت عايزه تاخدي نفس الميزه هنا في ازاز البوتاجاز يبقى ان انت ضروري انك تنضفي الاول وبعدين تبداي تلميع بيها. يعني الطريقه دي مناسبه اكتر للتلميع، يعني هي عايزه تلميع فقط لا غير مش عايزه تنظيف. فهمتوني ازاي؟ وكده اكون خلصت الفيديو النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو
عجبكم، واتمنى ان انتوا بجد تقوموا تجربوها في اي حاجة عندك. المرايات بتفرق معاها تماما، بجد ممتازة ممتازة ممتازة. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.